السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلبة في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي وحدة المراجعة الفصل الدراسي الأول التدريب التاسع. هل أنتم مستعدون؟ إذاً لنستعرض أهداف الدرس. أهداف الدرس: قراءة حرف الحاء بأصواته القصيرة والطويلة. الهدف الثاني: قراءة كلمات تنتهي بحرف الحاء. والهدف الثالث سوف يكون كتابة جمل تحتوي على كلمات بها حرف الحاء. نشاط: أقرأ الحرف حاء وأجرده. يحب عامر السباحة. يسبح عامر في البحر. لديكم دقيقة واحدة لحل هذا النشاط. أحسنتم يا أبطال، والآن لنستعرض الإجابة معا. حرف الحاء يوجد في أي كلمة؟ أحسنتم، في كلمة يحب. وتجريد حرف الحاء سوف يكون حي، ويكتب بهذا الشكل. أحسنتم يا أبطال. الكلمة الثانية: رائع، في كلمة السباحة، والحاء توجد هنا وتكتب ح بهذا الشكل. رائع يا أبطال، أحسنتم. الجملة الثانية: يسبح. أحسنتم، لدي في كلمة يسبح في نهاية الكلمة وتكتب ح بهذا الشكل. أيضا رائع في كلمة البحر وتكتب بهذا الشكل. ألاحظ وأكتشف. أختار عزيزي الطالب، ألاحظ وأكتشف. أختار أربع كلمات تبدأ بالحرف حاء: حوت، لحم، حديقة، لوحة، تفاح، حصان، مصباح، حبوب. لديكم دقيقتين لحل هذا النشاط. أحسنتم يا أبطال، والآن لنستعرض الإجابة معا. حوت، أحسنتم. حديقة، رائع. حصان، ممتاز. ولدي آخر كلمة حبوب. بارك الله فيكم يا أبطال. أطبق. أقرأ الكلمات التي آخرها حاء بصوت مرتفع وأحوطها. حلب، سبح، حفر، فرح، شرح، زار، طحن، نجح، حسب.
رائع. زاد، دام، صاح، صاحب، قام. لديكم دقيقتين لحل هذا النشاط. بارك الله فيكم يا أبطال، أحسنتم. والآن لنستعرض الإجابة معا. سبح، فرح، شرح، نجح، صاح. بارك الله فيكم. نشاط: أكمل الناقصة مستعيناً بالصور وأقرأ. حل النشاط سوف يكون في دقيقة واحدة. بارك الله فيكم يا أبطال، والآن لنستعرض الإجابة معا. نحلة، نحلة، محارة، حمار. أكتب الحرف مع الحركة المناسبة للحرف الممدود. حاء، رائع، سيكون ح. حو، بارك الله فيكم، حو. حي، حي. أطبق: أضع أسماء الحيوانات الآتية في جمل مفيدة. حل النشاط سوف يكون في 3 دقائق.
بارك الله فيكم يا أبطال. والآن لنستعرض الجمل. يعيش التمساح في النهر، يركب عامر الحصان، تضع السلحفاة بيضها في الرمال. وبهذا نكون قد انتهينا من درسنا. شكرا لكم وإلى اللقاء.